بدأنا كده نشوف اهتمام اكتر بقالنا فتره بالصحه النفسيه، وفي ابحاث وفي يعني في اهتمام كبير جدا من يعني الدكاتره، وحتى دلوقتي بقى في لايف كوتشز، وبقى في كذا حد بيهتم بموضوع الصحه النفسيه دي. ف قد ايه الموضوع ده مهم يعني؟ طيب، هو مهم عموما الحياه. الفرق بين السعاده والدخول في حالات الاحباط والياس والاكتئاب هو هرمونات المخ الخاصه بالتحفيز اللي بيخليني الصبح اقوم عايز انزل القناه او شغلي او انا السعاده بتاعتي ان عندي حافز ان اعمل ده. اشخاص، اشياء، اماكن. الاشخاص هم اصحابي في الشغل او في التمرين، الاشياء الكوره او اي لعبه، المكان اللي هو الملعب بتاعي اللي انا بحبه. ثلاث حاجات لما يكونوا موجودين انا بحس بالسعاده، فبعمل يبقى عندي حافز ان اكمل، فبلاقي مستوى احسن. طيب لو ما حصلوش باجي الاقي ان حياتي بدات الكيرف بتاع افراز المواد الكيميائيه بتاعت المخ بتاعت التحفيز والسعاده بتقل تدريجيا، فبحس ان انا منعزل شويه، مش حاسس ان انا سعيد. عشان كيرف السعاده ليه علاقه بالشيء اللي انت بتعمليه، وخصوصا لو كان في مجال الرياضه. طب هل في حاجه يعني، هل الموضوع ده متعلق بجينات او بحاجه يعني؟ هل في مثلا شخص بيكون عنده قدره على ان هو يتحمل ضغوطات الحياه ويتحمل المشاكل او اي توتر بيواجهه اكتر من قدره شخص اخر؟ يعني هل بتختلف من شخص لشخص تاني؟ هي بتختلف اكتر من عامل. احنا اكتر من شخصيه، في شخصيه جريئه ودي من الشخصيات اللي في الرياضه بتبقى قويه جدا. في شخصيه قويه، الشخصيه القويه دي ممكن برضو مع شويه المشاكل والضغوطات ممكن تبدا تحصل لها مشاكل او صدمات. بعد كده الشخصيه المتواضعه والشخصيه الخجوله. الشخصيات الانواع دول ممكن تمام يتعاملوا، بس احسن نوعين الجريئه والقويه. بس بيجي في فتره من الفترات لو تعرض لموقف او لصدمه خسارات شديدة بيحصل الأول إحباط، والإحباط تحول يأس، فكان ممكن يخش فيه هوس اكتئابي أو اكتئاب لو ما تمش العلاج بدري شوية. فأني نوع ممكن يتحمله؟ هو كلهم. بس في حاجة أحسن من كده كمان، اللي هو الجديد، إن هو أي شخصية من الشخصيات ممكن تتعامل من خلال تمارين بيبدأ يعملوها بتسيطر على البريم بتاع المخ. ازاي ممكن تتعامل مع ضغوطات خلال التمارين؟ بيبدا يركز في حاجه بعيد خالص عن موضوع الضغط، فيعمل فوكس اكتر على الماتش اللي داخله. طب يعني خلينا قبل ما نتكلم عن الرياضيين، خلينا اسالك انا كشخص عادي دلوقتي بقوم بشغلي مثلا، ممكن يكون شغلي ده في نوع من انواع التوتر او الضغط شويه مثلا قبل ما نطلع الهواء. اكيد ممكن برضو حضرتك دلوقتي لو اي ضيف مثلا جاي قبل ما يطلع الهواء، ايه الحاجات اللي ممكن يعملها تخفف من حده التوتر؟ يعني فكره انك تطلع مثلا تتكلم قدام كاميرا وتبقى قدام الناس دي كلها، اكيد ده بيكون في شويه توتر. فقول لي ممكن مثلا ايه التمارين اللي اي مذيع ممكن يعملها، اي ضيف ممكن يعملها قبل ما يطلع على الهواء؟ طيب في حاجة اسمها الخوف الأول، الخوف الطبيعي والخوف الخيالي. الخوف الطبيعي أنا واثق من نفسي، فداخل بقى جاي النهاردة واثق في نفسي، ده الخوف الطبيعي، خايف عشان في هوا. طيب الخوف الخيالي لو سبت عقلي يبدأ غصبا عنه بيجي له أفكار، أنا خايف أحسن صوتي يبقى وحش، لبسي يبقى وحش، خايف أنسى. فده اللي بيحصل بعد كده، المخ بياخده فالمكان أنا اللي هو التصور عقلي المكان كنت فيه، الخوف هو اللي بيحصل. طيب ازاي اعدي ده وما احولش الموضوع للخوف الخيالي؟ زي فكره السفينه، القبطان واقف في السفينه بيحدد اللوكيشن بتاعه، الطياره وهو بيطير بيحدد اللوكيشن بتاعه، فانا لازم احدد قبل ما اطلع انا عايز اعمل ايه. بدي اوردرات عكس الهلال الايجابيه عكس السلبيه، يعني مش انا خايف يبقى انا انسى، لا انا هقول المعلومات كذا، بدي الحاجات الايجابيه للمخ، ده واحد. على الاقل اضمن ان 70 80% من المعلومات اللي راحت للمخ تبقى ايجابيه. وانا بطلع اي حاجه ممكن تضيف او اي حاجه ممكن تسبب لي قلق او توتر، بقعد اعمل حاجه اسمها ميكي ماوس. اللي هو ايه؟ لو مثلا ميكي ماوس، اقول لك ميكي ماوس ده، اقول لك لو شغلنا فيلم رعب وقفلنا الصوت ونورنا النور هنخاف من الفيلم؟ هيقل شويه التوتر شوية. لو طيب بس الصوت دايما عارف افلام الرعب الصوت بيكون صعب شويه، هو ده اللي بيدخل الواحد. لو بدل الصوت فيلم الرعب ده حطينا عليه موسيقى ميكي ماوس او توم اند جيري، احنا ممكن نقعد نضحك. ده حقيقي، ده هو نفس الماده اللي قدامك بس انت غيرت الواقع. ميكي ماوس نفس الفكره. بالنسبه لي مصدر مستفز او مصدر قلق بقعد اتخيله ميكي ماوس، شخصيه او حاجه معينه بدل ما تسبب لي مصدر قلق، حد مناخيره كبيره ودانه كبيره، فالمصدر القلق اللي جاي لي ببدا اخده كمصدر ضحك. اتنين، في حاجه اسمها النمبر سيستم. النمبر سيستم ده انا الفوكس بتاع المخ بيروح على البرين على طول ان انا قلقانه، لا انا المفروض اعد، بعمل حاجه اسمها ريكفري المخ اللي هو ايه؟ عد من 10 لزيرو او من 20 لزيرو.
ايفن اود اللي هو 20 18 6 كده او اود اوكي تنازلي او تصاعدي يعني ايا كان. فكده بخلي المخ الحاجه اسمها تشتيت انتباه، لما بقلق تشتيت انتباه ان الدم بيسد المسارات العصبيه اللي انت حافظها، ان انا حافظه فقره معينه كلام، فلما بقلق الدم بيسد المسار او الانبوبه اللي احتفظت بمعلومه. فلما بعمل برين جيم او بعمل نمبر سيستم انت كده فتحتي الدم المشكله اللي سدت الانبوبه اللي كانت محتفظه بالمعلومه، ده رقم واحد. رقم اثنين، سمعت قبل كده ان هو كان بيقعد يسمع جدول الضرب لنفسه، يعني قبل في اي حاجه بتوتره او كده يقعد يسمع جدول الضرب، بس ده كان حد جاي بصراحه لان جدول الضرب اصلا صعب من غير بس حاجه. بس هي دي حلوه، دي في حلوه اللي انت فكرتي في شيء تاني وخليتي المخ يعمل ريكفري يجدد نفسه، فركزتي اكتر من الطبيعي. تمام. وفي تمارين نفس، اللي انت تمارين النفس ده ان انت بتقفلي قبضه ايدك اليمين او الشمال وتبداي تاخدي نفس بالراحه وتطلعيه سواء في اربع عدات. انا التمرين ده لما بحس بتوتر فعلا بيريحني فعلا، عشان ده بيقلل هو الخوف والقلق بايكوال ايه، ادرينالين ونور ادرينالين وكورتيزون، فدول لو نزلوا معدل بتاعهم هو موجودين عندنا، بس ده بنسميه معدل الضغط النفسي. فمعدل ده لو متواضع او مستوي عادي ده طبيعي، ده الوقود اللي بيحركني، بس لو زاد عن الحد دي مشكله. فتمرينات النفس من الحاجات المهمه اللي بتقلل مع النمبر سيستم. وفي تمرينات بنسميها تقمص الشخصيه. تقمص الشخصيه اللي انت بتبداي مثلا اللي هي التصورات العقليه اللي انت بتتخيلي مثلا انا مذيعه كانت قدوتي بالنسبه لي، فتخيلها انا هي لحد الموضوع بيجي تدريجيا تحس ان انت بتمثلي زي الحاجات اللي بتعرض عليها في التلفزيون. اوقات بننسى الفرق بين الخيال والواقع. يا جماعه التمثيل بس احنا بنعيش جو الدور.